ماذا تفعل في حالة سقوط الهاتف في الماء؟ أخرجه فورا من الماء وقم بتجفيفه بقطعة قماش حتى بقميصك، فالسرعة مهمة في هذه الحالة. لا تحاول تشغيله إطلاقا، وإن كان ما زال يعمل أطفئه. قم بإخراج البطارية والشريحة من الهاتف، فهنا يصبح تنظيف الهاتف أكثر سهولة من السابق. قم برج أو خض الهاتف لإخراج المياه منه، أو استخدام المكنسة الكهربائية لإخراج قطرات الماء. ضع الهاتف في إناء جاف وأغمره بالأرز لكي يتم تجفيفه، كما يمكنك استخدام حبيبات السيليكا لتجفيفه بكل سهولة، كما يمكنك وضع الوعاء بالشمس لمزيد من التجفيف. من المعروف قدرة الأرز على امتصاص الرطوبة المحيطة، لذا هذه الخطوة ستساعدك على التخلص من المياه. وبعدها يمكنك تجربة تشغيله.